في إطار الرفع من المستوى الأمني وتنفيذاً لتوصيات اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا، قامت وحدات تابعة للقوات المسلحة بالإضافة لجهاز الدعم المركزي والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية بتأمين مدينة سرت وتطبيق حظر تجولي للحد من انتشار فيروس كورونا في المدينة والحفاظ على صحة وسلامة المواطن ومنع الجريمة والظواهر السلبية. وأوصت الأجهزة الأمنية المواطنين بالتقيد بساعات الحظر المفروضة من اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا ومساعدة الوحدات الأمنية في فرض الأمن بالمدينة. اليوم قوات المسلحة تقوم بتأمين مدينة سرت مع الأجهزة الأمنية من وزارة الداخلية. احنا مع المواطن ومع المواطنين انهم يتقيدوا بالحظر التجول بمكافحة وباء الكورونا. هذه الإجراءات تأتي بعد الارتفاع الواضح للإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من المدن الليبية في الآونة الأخيرة، والذي كسر حاجز 14,000 إصابة في ليبيا كإحصائية إجمالية ليدق ناقوس الخطر بفقد السيطرة على انتشار هذا المرض. لقناة ليبيا الحدث، محمود بن مصباح.